أن شلاط النساء قد ارتكب في هذه الأيام القليلة الماضية ما لا يقل عن 3 عمليات جديدة. شلاط اللي تشد عام 2003 اللي يضرب في النساء مش توت الحبس هذا ولا لا؟ بل كل شيء تصوير ممنوع. ذكرت تقارير إخبارية وشهود عيان أن الفتاة البالغة من عمر 15 سنة كانت إحدى ضحايا قناص النساء أو شلاط. حطوا لي 4 أولاد يزروا الحيط معناها وأنا قاعدة أنا وأختي معناها متالي. قولي معناها ثبت في شكون منهم، قلت لهم حتى حد. تعرف انت سنين العصر تعرف كان شلت في النساء كل شيء كل شيء تعرف